سعادتنا في كل سنة في يوم عيد الميلاد أقمنا احتفال بالمناسبة السعيدة ديت، وحضر معنا جمهور كبير من شعبنا القبطي، وحضرت معنا السفارة المصرية، سعادة السفير المصري والإخوة أعضاء السفارة كلهم شرفونا وحضروا معنا هذا الاحتفال الجميل في جو عائلي مبهج روحاني، جو جميل جدا. قضينا ليلة العيد يوم العيد في مع بعض، وتشاركنا مع بعض في المحبة وفي التآلف وفي المودة، وشعرنا بجمال عيد الميلاد انه عيد عائلي جميل بيضم الأسرة كلها، واحنا هنا في الغربة بنحس ان احنا اعضاء أسرة واحدة كلنا تجمعنا محبتنا لبلادنا العظيمة مصر وانتمائنا الأصيل لشعبنا المصري وعاداتنا وتقاليدنا المصرية. كل عام وانتم بخير وعيد سعيد وأيام مباركة، ودايما نلتقي مع بعض إن شاء الله. هذه مناسبة جميلة بنحرص على التواجد فيها بشكل سنوي من ضمن المناسبات الكثيرة للتواجد مع الجالية لتقديم التهنئة للجالية المصرية في هولندا بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، ولنقل رسالة التهنئة على وجه الأخص بين السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى الجالية المصرية بالتهنئة بأعياد الميلاد. وبتبقى مناسبة أن احنا بنحضر هنا إلى الكنيسة القبطية المصرية في لاهاي التي نعتز بتواجدها للالتقاء بأبناء الجالية وبإخواتنا من الجالية القبطية في هولندا، وأيضا لالتقاء بأبونا الأنبا أرساني الذي بنسعد دائما بالالتقاء به وللتعرف على أحوال الجالية من خلاله، وتقديرا للدور الكبير الذي يقوم به الأنبا أرساني حقيقة في لم شمل الأسرة المصرية والعائلة المصرية جماعة يعني في هولندا. وأرى بنفسي حجم التقدير من كافة أطياف الجالية المصرية لشخص. حقيقة المركز الثقافي اللي احنا متواجدين فيه النهاردة حاجة مشرفة وواجهة حضارية، وبيلعب دور مهم جدا لكافة الجالية المصرية في هولندا، وبينقل صورة جيدة سمعتها بنفسي من المسؤولين الهولنديين تقديرا واعتزازا بهذا الصرح الجميل. فبنقول للجميع كل سنة وانتم طيبين، بنقول للجالية المصرية احنا بنعتز بيكم، وانا شخصيا كسفير لمصر في هولندا بعتز بهذه الجالية، وما شاء الله دورها جميل، وبيسعدني ان ارى حجم التواصل الذي يتم بينهم وبين الوطن الام، ودائما حرصهم على التعرف على احوال البلد ومشاركة في كل افراحها، وربنا يجعل دائما افراحنا جميله. وزي الرئيس سات الرئيس امبارح قال في الكنيسه في العاصمه الاداريه الجديده، قال قوتنا في وحدتنا، وده اللي فعلا بنشوفه على مستوى الجاليات المصريه في الخارج. فبشكركم، وبنوجه لجميع ابناء الجاليه المصريه في هولندا وجميع المصريين في الداخل وفي الخارج التهنئه بهذه المناسبه الجميله. شكرا. اتفضلوا ونبتدي يا جماعه. بارك الله على هذا الطعام وبارك على كل الحاضرين والمنحدرين معانا. جعلنا مستحقين نصلي بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات، عزيزي الكبيره ليك الكلام ده بيقوله مثلا، وباسكن اعتزازي ليكم كجاليه واحد واحد وبالدور الهام اللي بتلعبوا فيه ومشرفينا، ودايما ربنا يعود علينا في هذا العيد كل خير. عزيزي الرئيس امبارح معاك، وحدتنا هي مصر، والجالية دي دايما على قلب رجل واحد ومتفائل. اسمحوا لي ان انقل رسالة السادة رئيس الجمهورية، الاخوة والاخوات، اخبار السفارة واعضاء الكتاب التجاري. مرحبا بكم.